طيب اول كاريكاتير عندنا من جريده الاخبار وهو بريشه الفنان عمرو فهمي عن مؤتمر الشباب في شرم الشيخ. الاتحاد كاريكاتير بريشه الفنان شريف عرفه عن وعد بلفور. عن نفس الموضوع ولكن من الوطن السعودية بريشة الفنان هنداوي أيضا عن وعد بلفور. من السبيل الأردنية عن عملية السلام، ده كاريكاتير يعني بيصور من وجهة نظرهم إيه هي عملية السلام.